إذن وصلت حافلة تقل 25 مواطنا أردنيا من المملكة العربية السعودية عبر حدود العمري. وكان مدير خلية أزمة كورونا العميد مازن الفراية قد صرح بأن نحو 1550 أردنيا سيصلون إلى الأردن من السعودية برا عبر معبر العمري الحدودي ضمن 4 دفعات من أصل 3500 شخص سجلوا على المنصة المخصصة للوصول برا إلى الأردن. من حدود العمري ينضم إلينا مجددا مراسل المملكة حمزة نهار. حمزة أهلا بك مجددا. قبل ساعات حمزة كنا نتحدث عن وصول هذه الدفعة، وهل انتهت الآن الإجراءات من ناحية تدقيق الجوازات وأيضا الأختام، وبالتالي هل بدأ تفويج 25 باتجاه منطقة الحجر في البحر الميت؟ نعم عبد الله، يعني يجري الآن الانتهاء من التدقيق وتعقيم أمتعة ثاني حافلة تصل إلى مركز حدود العمري، والتي تقل 25 أردني قادمين من المملكة العربية السعودية. طبعا تمت إجراءات الحافلة الأولى والحافلة الثانية عبر من خلال التعقيم وعبر ممرات الأجهزة الحرارية التي تقوم ب قياس حرارة جميع القادمين إلى الأراضي الأردنية للتأكد من سلامتهم وتعقيم أمتعتهم. تمت هذه العمليات بكل سهولة وسلاسة، يعني كما تشاهدون من خلفي الآن تجري عمليات تعقيم الأمتعة للمسافرين القادمين إلى الأردن، ويتم تفتيش هذه الأمتعة عن طريق جهاز إلكتروني كونها ظروف استثنائية تم استقبال المسافرين فيها. بالعادة يتم تفتيش هذه الأمتعة من خلال الكشف الحسي، ولكن كونها ظروف استثنائية يتم كشف عنهم عن طريق الأجهزة الإلكترونية. للحديث أكثر عن آلية تفتيش هذه الأجهزة هذه الأمتعة والتعقيم ينضم إلينا مساعد مدير الجمرك المقدم منجد بني هاني ليطلعنا أكثر على التفاصيل التعقيم والتفتيش التي تتم في مركز الجمرك. أهلا بك مقدم منجد، لو تطلعنا أكثر على الإجراءات المتبعة لحظة وصول الأردنيين إلى مركز الجمرك. أولا صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم. كما شاهدتم نحن نستقبل إخوتنا المسافرين بصدور واسعة لا تضيق بها أبدا عبر المنصة البرية، وبتوجيهات من عطوفة المدير العام دكتور عبد المجيد الرحامنة وعطوفة مدير مركز عقيد جمارك سالم الشلول، تم اتخاذ إجراءات استثنائية للتسهيل على المسافرين. ففي الوضع الطبيعي للمسافرين يتم تفتيش الحقائب والحافلات حسيا، لكن الآن كما شاهدتم يتم تعقيم الحقائب ثم إدخاله على جهاز إكسري، وإذا تبين وجود مواد ممنوعة أو محظورة على الجهاز يتم تفتيش حقائب يدويا. بعد ذلك يتم تحميل هذه الحقائب على الحافلة والتوجه إلى مكان الحجر الصحي ليصلوا بسلام إن شاء الله. طبعا هذه الإجراءات تمت بالتنسيق مع جميع الأجهزة المتواجدة داخل الحدود. إذ نستقبل هؤلاء المسافرين بقرارات حكومية وبتوجيهات ملكية سامية، ونرحب بهم جميعا، وسوف نقدم لهم كافة التسهيلات التي يحتاجونها. هذا ما لدينا. شكرا جزيلا لك المقدم منجد بني هاني مساعد مدير جمرك مركز حدود العمري، شكرا جزيلا لك. نعم عبد الله، يعني قبل قليل انطلقت اولى الحافلات التي وصلت صباح اليوم الى اماكن الحجر في العاصمه عمان وفي فنادق البحر الميت. طبعا تم اختيار فنادق التي سيقيم فيها المسافر عبر تطبيق الكتروني تم تفعيله مؤخرا في منطقتي العاصمه عمان والمنطقة البحر الميت. نعم. طبعا خلال الساعات القادمة ستصل حافلتين أخرتين هم الآن متواجدون عبر منفذ الحديثة، سيصلون إلى مركز حدود العمري ليتم معهم الإجراءات المتبعة مع أول حافلتين، والمتوقع خلال الساعات القادمة وصول آخر حافلتين إلى المركز، وبذلك يصبح عدد الذين تم وصولهم إلى الأردن 150 مسافر.
نعم عبد الله. أشكرك على كل هذه التفاصيل، مراسل المملكة من حدود العمري كنت معنا حمزة نهار، شكرا لك حمزة.